اللواء المحترم سيد الكاتب العام المحترم أستاذ عبد الواسع الطعامين أستاذ عبد الكريم سيد رئيس الأسف الأعمى. أولا أشكر سيد الوالي المحترم على حضوري مع هذه الانطلاقة ديال الخصوصية هذه في حسن الحضور وكلمة تعرف قصير أي اليوم اعطينا انطلاقه لشركات النظافه. عندنا جوج شركات في مراكش، وحده اعطينا انطلاقه اليوم، وحده غنعطيوها انطلاقه غدا ان شاء الله مع الصباح. مرحبا بكم باش تواكبونا. كذلك كنشكركم اولا على المواكبه وعلى الحضور ديالكم للمواكبه ديال هذا الحدث، يعني الذي قمنا به بحضور السيد والي يعني مراكش. ويعني هذا العقد الجديد هو عقد متقدم ومتطور، لا من حيث الاستثمارات ديالو، لا من حيث العمال ديالو، لا من حيث يعني الطريقه ديال الاشتغال. يعني فهناك جديد، هناك جديد، يعني منها اولا من الجديد هو انه يعني نصينا في اطار التحملات على ان الجمع ديال النفاذات سيكون ليلا وليس نهارا، ما غيبقاش يتحركوا بالنهار، اذا غادي يكونوا الليل. وهذا كيطلب منا اننا نديروا واحد شويه ديال التحسيس للمواطنين باش يعرفوا بانه خاص الليل يكونوا حاطين، يعني في العشيه يكونوا حاطين يعني النفايات ديالهم. هذا من الجديد. من الجديد كذلك هو انه عندنا حاويات يعني متطوره كذلك، طورناها مع الاحداث اللي وقعت لنا وداك الشيء والتكسير والحرق وهذا، يعني فهذا الشيء كله خديناه بعين الاعتبار وغادي يكونوا رهنا اشارتهم ووفره يعني كامله. ودرنا تجارب جديده غادي نديروها في هذه المرحله هذه على امل اننا نعموها ان شاء الله اذا نجحت، وهي انه بعض الحاويات غادي يكونوا سوتيران، غادي يكونوا تحت ارضي، يعني يكونوا تحت ارضي يعني في جميع المقاطعات. كاين واحد النموذج غادي نديروه خاصة في هذوك المناطق اللي كتكون شويه لي بوين نوار نسموها، يعني النقاط السوداء. في النقاط السوداء كذلك كاين واحد التجربه اخرى هي ديال لا سيليكسيون، ديال يعني انتقاء النفايات، يعني تصنيفها، انتقاءها وتصنيفها من الاصل، من الاصل ديالها. هذه كذلك غتكون تجارب في بعض الاحياء، تجارب في بعض الاحياء يعني في المقاطعات، باش يبقاو اولا نتعلموا من الان، نتعلموا كيفاش انه ما نخرجوش الناس، يبداو يخرجوا لنا يعني النفايات ديالهم مصنفه، ما يخلصوهاش كلها، ما يخرجهاش كلها اونفراك. اولا من الميزه ديال هذا العقد هذا هو ان الشركات اللي خداتهم مغربيه. حنا كاين دائما حتى هذه القضيه ديال النظافه كانوا فيها الشركات اجنبيه اللي كانت فيها، ومن هناك الشركات الاجنبيه اللي كانت عندنا هنا مشات. دابا اولا نعطيكم واحد الراي ديالي، يعني كيفاش الان دابا اليوم الشركات، كل الشركات التي ساهمت في هذا المارشي هذا هي كانت مغربيه، بمعنى ان المغاربه الحمد لله اصبحوا في مستوى يعني تقديمها مثل هذه الخدمات. اذا هذه الشركات مغربيه كنثقوا فيها. اولا هذه خدمات معنا في المره الماضيه يعني في مقاطعه قليز، وتبارك الله عليها، يعني كانت 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 جيده، الطباع اللي عندها جيده، يعني بعض الهوافات ديما الهفوات ديما غادي تكون دائما، ولكن كتدخلوا في الوقت وفي الحين. واليوم المراقبه اولا من الامور الجديده هو ان المراقبه غتكون ان شاء الله الكترونيه عن بعد لجميع ما يتحركون في النظافه، سواء كامل الشاحنات، سواء الشاحنات الصغرى، سواء هذيك ديال الشطابه، سواء هذاك لاباك براسها غتكون مراقبه. هذيك لاباك اللي كيحطوا فيها الناس، ملي كيوقف الانسان قدامها كيحط الزبره كنعرفوه وكيتصور. اذا كاينه مراقبه مشدده ومتابعه مشدده لهذا الموضوع. حنا بالنسبه لنا النظافه ديال المدينه خط احمر، ما يمكنش نسمحوا باسميتو، ولذلك كان لنا استثمار كبير لا على المدينه، اولا المدينه حتى هي عطات منا سميتو، والاستثمار كذلك ديال الشركات كان مهم. تكلفه تقريبا شي 250 مليون ديال الدرهم، تقريبا 250 ديال الدرهم للسنه، يعني في الجلوبال بالنسبه للشركات بجوج، ولكن الاستثمار ديالهم هو كذلك حوالي شي 145 مليون ديال الدرهم. هذا الاستثمار، اذا استثمار مهم يعني مقارنه بالاستثمارات الماضيه اللي دارت في مراكش. فاذا كاين جديد الحمد لله، وكنامل ان هذا الشيء غادي يكون كيرضي الساكنه ويطمئنوا الساكنه على النظافه ديال الاحياء ديالهم وديال المدينه ديالهم. وكنطلبوا منهم كذلك نداء من اليوم انهم يتعاونوا في هذا الموضوع هذا ديال النظافه، لانه هذا واحد العنوان ديال الرقي وديال الحضاره حقيقه. يعني قضيه النظافه يعني ما يحتاجش شي حد يعلمنا النظافه، احنا اللي عندنا النظافه من الايمان. فاذا هنيئا للمراكشيين وهنيئا لنا جميعا.